مرحبا، السلام عليكم. هاي عندنا وفيات من كورونا، 12 نفر، 5 نساء بسيارة و7 رجال بسيارة، وكل واحد فوق الثاني مخليلهم. ومن 3:30 بالليل لحد الآن سيطرة غماس. ما يدخلون، يقول له فرها وارجع للبصرة. وجابها قوة عرضوها قبال الإسعافات. وهاي السيطرة. يلا الله يقبل محمد. وهاي الوفيات واحد فوق الثاني. واحد فوق الثاني. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد لسماع آرائكم وما تريدون توصلونا إلى الحكومة وإلى الناس أجمع. لكن قبل ما نبدي موضوع الحلقة، عندنا طلب صغيرون نريد نطلبه من عندكم، إلى أنه أكو تردد جديد لقناة الرافدين. نتمنى أنه الناس كلها واللي يحبونه واللي نحبهم واللي هم جمهور هاي القناة يلزمون الريموت ويغيرون تردد القناة أو يضيفون التردد الجديد اللي هو 10727 أفقي على مدار قمر النايلسات، لأنه التردد الحالي اللي تتابعونا عليه راح يتوقف، وعليه ضيفونا على هذا التردد الجديد اللي تشوفوه 10727 لاستقطاب أفقي على مدار قمر النايلسات. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. بداية برنامج صوتكم كما هو معروف، عندكم هذا الرقم تقدرون تشاركونا عليه، تقدرون تتصلون على هذا الرقم، إضافة إلى الأرقام الأخرى اللي راح تشوفوها هسه أسفل الشاشة. عندكم 3 أرقام، ذني ال3 أرقام تقدرون تتصلون بها من داخل العراق ومن خارج العراق أيضا. أما الرقم اللي تشوفوه هسه هذا رقم مخصص لبرنامج الواتساب للرسائل فقط. أعتذر بالنسبة إلى هذا الجهاز، ما أقدر أستقبل أي اتصال عليه وما أقدر أستقبل أي رسالة صوتية. أتمنى تكتبوا لنا رسائلكم. بالنسبة للأشخاص اللي ما يقدرون يتصلون على الأرقام الأخرى، اكتبوا لنا رسالة، اكتبوا لنا اسمكم مكانكم وإحنا نقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. بداية، أوضاع العراق يعني ما شاء الله من سيء إلى أسوأ. يوميا العراق تصير به على قولة أهلنا بلاتيقة جديدة، يوميا تصير به سالفة جديدة. يعني أغلب العراقيين عرفوا اللي صار البارحة بالطارمية. أكو اعتقالات، أكو حملة أمنية واسعة، أكو جيش، أكو أمن، أكو ميليشيات. ذولا كلهم هسه دا يعتقلون، واعتقلوا هواية من الناس وما حد يعرف شنو السبب. الطامة الكبرى يعني بيان هيئة علماء المسلمين قالت أنه أكثر من 50 شخص اعتقلوا من قضاء الطارمية إلى حد الآن. لكن الطامة الكبرى اللي صارت اللي هي سيطرت الجيش والميليشيات على 2 من بيوت الله، جامعين، جامع الرسول بمنطقة العبايتشي وجامع اليقين بالمصلحية. أوكي، ممكن كانوا يردون يفتشون الجامع، كانوا خايفين من عنده، بس أنه يتحول بيت عبادة، بيت للصلاة، بيت لذكر الله، بس تحول إلى ثكنة عسكرية، هنا أنا لازم نتوقف عليها. بأي حق أنه أنت تحول جامع إلى ثكنة عسكرية؟ وبأي حق أنه أنت سيطر على جامع وتحوله إلى مقر عسكري لك؟ إدارة القضاء وين؟ الحكومة وين؟ المحافظة وين؟ أمانة العاصمة وين؟ كلهم ذني وين؟ هذا جامع. بالحروب إذا تدورون في معاهدات جنيف والمعاهدات الدولية راح تجدون أنه أكو أشياء من المحرم أن تنقصف بالحرب، هي الملاجئ، دور العبادة كجوامع كوانس، عفوا جوامع وكنائس ودور عبادة أخرى للأديان الأخرى، أي دار عبادة ممنوع بأي حرب من الحرب من الحروب أنه تستهدفه وتحوله ثكنة عسكرية. مستشفى اللي يتعالج بها الناس، مستوصف صحي، سيارة إسعاف، أي شيء لخدمة الناس. زين، أنت جامع سيطرت عليه، هنا 2 جامع اليقين قلت لكم بمنطقة المصلحية وجامع الرسول بالعبايتشي،
لاني صارن ثكنات عسكريه، باي حق انت اخذت جامع وسويت ثكنه عسكريه؟ ومصطفى الكاظمي ليش ما حكى على هاي النقطه؟ هاي الحمله الامنيه اللي تصير بالطارميه ليش؟ شنو سبب هاي الحمله الامنيه؟ لليوم ما حد عرف انه ذول الناس او هاي الجهه الامنيه او الجيش او الميليشيات او اي جهه طبت للطارميه، شنو السبب؟ ما علنوا انه هذول طبوا للطارميه لوجود كذا 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 والمحاوله السيطره على كذا كذا، اكو عصابه مثلا رايحين تدورون وراها. شنو اللي خلاكم تعتقلون 50 واحد؟ أرد أسأل سؤال إلى المشرعين اللي هم البرلمانيين ما شاء الله، قلوا لي هذا ما يعتبر من إرهاب الدولة؟ استخدام السلاح بوجه المواطنين العزل حسب الدستور ما يعتبر إرهاب؟ تخويف الناس بهاي الطريقة ما يعتبر إرهاب؟ زين اللي اعتقلتوهم دول 50 وين وديتوهم؟ وين راحوا؟ شنو تهمهم؟ منو راح يشوفهم؟ على أي قاضي تحقيق راح ينعرضون؟ في أي محكمة راح يحاكمون؟ زين إذا متهم وطلع بريء راح يطلع الأهل لو لا؟ لو حالة حال المعتقلين البقية اللي صار لهم سنين بالسجون وأهلهم ما يندلوهم؟ زين قلتوا لأهلهم إنه ابنكم أو أبوكم أو أخوكم أو زوجك موجود بفلان مكان؟ لو همين راح تعيدون نفس السيناريو ونفس الحوار ونفس المسلسل، إلا اللهم غيرت وجوه الأبطال. راح نور المالكي، إجا حيدر العبادي، راح حيدر العبادي، إجا عادل عبد المهدي، وراح عبد المهدي وجانا الكاظمي ما شاء الله. فاروق من الأنبار ويانا، حياك الله. فاروق حبيب قلبي تفضل اخوي. والله احنا قاعدين مخيم زيبيت مهجرين من جرف الصخر. مهجرين من جرف الصخر؟ نعم. اي والله صار لنا 7 سنين. نعم. اي والله يعني حالتنا لا هي للسما لا هي للرجع. زين يعني انا هسه السؤال اللي اريد نطرحه، وانت تعرف كلش زين اخ فاروق، انه جرف الصخر على اساس حيدر العبادي بتصريح النصر مات انه حرروها، ليش ما يرجعوكم لها؟ والله يعني من سبب امني، يعني ما احنا اول منطقه تحررت وهسه اخر منطقه ما رجعنا. شنو الاسباب؟ شو يقولوا لكم؟ والله ما في يعني شيء، لا يخلونا واحد يروح، لا يا طب لا كل شيء، لا مسؤول ولا كل شيء. اي والله. نعم. نعم، شنو مطالبكم اخ فاروق؟ لا حول ولا قوة، يعني قاعدين بمخيمات بزيبت، يعني يا لا مساعدة، والله صار 6 سنين ما قطعوا المساعدة هينو، فاقتلوها قبل. نعم. اي نعم. نعم، شكرا 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 لك اخ فاروق، وصل صوتك ووصلت رسالتك. من الكويت سعد، حياك الله يا سعد. حياك الله والدوم يا استاذي يا محترم. والله انا اعتقد يعني اتصور مطالبهم يا استاذي اطلاق المحتجزين الذين كانوا يتظاهرون ومعرفه المقيدين والمختطفين يا استاذي، واعاده بناء العراق بمليارات العراق يا استاذي، وكذلك اخ سعد يا مليارات اخ سعد، انت تعرف العراق يعني الى مناطقهم، وكذلك ايضا ينتفض ويتحرك البرلمان الحكومه طيب. من اجل شعب العراق. تسمعني اخ سعد، انت تعرف مليارات العراق انتهت؟ انت تعرف العراق دا يريد يداين وما حد يطيه؟ انت تعرف مصطفى الكاظم من مدى يقدر يطي رواتب؟ اي مليارات تتكلم عنها؟ ربع مليار دينار عراقي لهم، وتحياتي لك يا استاذي يا محترم وشكرا. نعم، شكرا شكرا لك اخ سعد. ابو امين من اربيل، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخويا سادي العزيز. نعم.
عليكم اخوي العزيز. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي. أنا طبعا اليوم سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ انشد هذول المشايخهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دم المسلم على المسلم حرام. نعم. دمه ماله وعرضه. نعم. نعم نعم أبو علي. أخوي العزيز، لأن إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم على المسلم دمه وماله وعرضه حرام. نعم. لأن شو هذول يعني دمنا وعرضنا ومالنا صار حلال؟ صار حلال؟ يعني إحنا والله ما نعرف. أنا يا أخوي العزيز ما أعرف شلون يعني ليش هذول زين اللي يقتلون ليش يبقون؟ يعني شو السالفة؟ لأن هذول ما يخافون من الله. ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بدأ بدعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. لأن أنتم ما تخافون من الله ايش تسوون؟ لكم أنتم ضد الإسلام، ضد محمد، ضد الكائنات أنتم. والله ما أعرف شلون دا أعبر لك يا أخوي العزيز، والله ما دا أعرف ولا أعرف. يعني أنا دا لك بالمواضيع ما تجي. لكم إلى متى أنتم راح تقتلون؟ إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى أنتم يعني تسرقون؟ إلى متى تسوون هيك أعمال؟ يعني أنا دا أشوف أنت بدك زول مالك يا أخوي، يعني الله ما يقبله. يعني أنت إذا تقولي أنا هم نفس الحالة يسوون بي هيك، لكم ما تخافون من الله أنتم؟ لك ما راح يجي يوم أنتم شو تسوون؟ أنت تسمون قبل عمره 12 سنة تسمون هيك. زين قبل فترة كان مهرجان، إذا ممكن تسمح لي. نعم. مهرجان شعر الشعبي، وانا كنت تسوي جذب الشعر. لان انت شنو تجي تتعدى على رمز وطني، رمز كردي وطني؟ لك هذا حذائي شرفك انت، كان مسعود حذائي شرفك انت، شنو تتعدى عليه بكلمات نائبة ما زينة؟ نعم. ولك ليش شو لك هو الرجال يا اخوي؟ والله انا ما اعرف يعني. نعم. ما اعرف. نعم. يعني شكرا 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 لك ابو امين، بس اعذرني اريد افسح المجال الى باقي المتصلين. ابو فيصل من السعوديه حياك الله. حياك الله استاذ، مساء الخير. مساء الانوار. تحيه لك وتحيه لقناه الكادر الطيب، وتحيه وياك اخوي العزيز. والله يا استاذ نطالب احنا عبر قناتكم الموقره المحترمه، نطالب من المنظمات الدوليه بالتدخل، لان العراق لا يوجد بدوله. معاناه اخواتنا اهل الصارميه اليوم يناشدون، نحن نعرف ان العراق لا يوجد حكومه، حتى نطالب من الحكومه. هي شريعه، لا يوجد حكومه. هي العراق من 2003 لا يوجد حكومه حتى الان. لكن نطالب من المنظمات ومنظمه الامم المتحده ومنظمه العفو الدوليه التدخل، خصوصا يعني ابو فيصل، انت تتوقع انه ذن المنظمات والامم المتحده و يعني البعثه الامميه الى العراق ينامي؟ ما يعني تتوقع انه ذولا ما يعرفون اللي يصير بالعراق؟ تتوقع انه ذولا ما يعرفون حقائق؟ تتوقع انه ذولا ما يعرفون انه من 2003 لليوم لا اكو حقوق انسان، لا اكو حياه كريمه، لا اكو خدمات، لا اكو واقع صحي، لا اكو واقع تعليمي، وانه العراق من سيء الى أسوأ؟ لا والله استاذ صحيح، هذا يدرون وهم مطلعين، ولكن هم شركاء بالعمليه. يعني ما في هاي الكلام، يعني 17 سنه كله يعني النظام جابوا كم واحد ما يسمى برئيس وزراء؟ يعني امريكا الامم المتحده هي شريكه بالجريمه. نطالب المنظمات المدنيه، نطالب من الشعوب، نطالب يعني العراق يعني يتعرض لاباده على يد عصابات الشركاني والقامني وعادي. نعم. لا دولة بالعراق، يعني مع احترامنا للشعب، نحن لا نعول على الله ثم على الشعب العراقي أن يخلص العراق، ولا لا نعول على التدخل الخارج. أمريكا هي تحمي هذه العصابات، وهي لحد تكفير العراق. نعم. حياك حياك، أشكرك. منتظر من الناصرية حياك الله يا منتظر. ألو منتظر، تسمعني؟ سمعك أخويا. سمعك. هلا بيك أخويا، تفضل. ألو أخويا، سؤال ممكن؟ أنت على الهوى، قول.
في أحد اللقاءات طرح الشيخ على حاتم سليمان على قناة بغداد. بس إذا لأنه أكثر من أبناء العشائر نسبة مثل 90% من أبناء العشائر هم ويداعش 90% من أبناء العشائر أو قال 95% هذا لقاء على قناة منى بغداد وهاي اعترافاتهم وأنتم مسلمين أنتم قشوا إحنا دواعش لا نسمي طرح مشعان الجمهوري قال إنه مجزرة السبايكر كانت قيادات قليلة من داعش اللي والباقي حققتها هو سوتها اللي عشائر فكرية باعترافاتهم هاي السنة. ثالث شغلة طلع الشيخ صنوب حماد الحنس بالموصل أمير عشائر طيب باعتراف قال احنا لا نقبل لا عشي تجينا ولا جيش تجينا ولا ريش مرقة تجينا زين منتظر كملت انتم اشرف من حشيش تسمونا ميليشيات شو اسم ميليشيا انت ما تستحيون ما تخجلون منتظر 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 كملت اي كملت حبيبي بمختصر مفيد اقول لك شو وقت راح تظلون الى متى راح نظل احنا هاي شماعة داعش اللي ضحكت بيها حكومة نوري المالكي على العراقيين نحسبها على ابناء العراق اعترافات السنة اعترف الشيخ على حاتم السمان يا اعترافات يا اعترافات هاي منتظر ابعدوا وطلع لقاء الشيخ على حاتم السمان على وراث هذا هنا وغدارة لا يا اعترافات يا اعترافات اعترافات الناس اللي انتزعت بالتعذيب بالسجون يا ما اعترف ومشعان الجمهور اللي اعترف قال انه هو باوع هو احنا معترفين بمشعان حتى نعترف بغيره لحظه وقف منتظر احنا من بدنا نحكي على الحكومه وبدنا نحكي على البرلمانيين يعني احنا ناطين مجال الواحد ضد واحد ما هو مشعان مثلهم ما هو مشعان انت تقول اعتراف مشعان ما هو مشعان قال انا حرامي مشعان قال أنا مرتشي. واعتراف الشيخ على حاتم سليمان همين حرامي همين من دواعي الشيخ المحسوم الشيخ على حاتم سليمان. زين أنا باوع 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 إحنا مدى نحكي هسه مدى نحكي داعش شنو؟ داعش هي منظمة إرهابية جتي لأن الحكومة جابتها وطلعوهم من سجن التسييرات وشون طلع أبو بكر البغدادي من السجن كل العراقيين يعرفوها وشون دربتهم إيران بيا مكان وجابوهم همينا كل العالم يعرفوها وشون الحشد دافعت عنا أمريكا بالطيارات وشون تحررت ذن المناطق وشون انكتلوا العراقيين بجريرة شيء اسمه منظمة إرهابية مجرمة هي داعش قالوا بالموصل أكو 4000 داعش انكتلوا 40000 قالوا بالانبار أكو 2000 انكتلوا 30000 فهاي الشماعة ما نريد نحكي بها احنا دا نحكي بواقع الخدمات بالعراق عندك شيء تضيفة لو خلصت لا من تقول هسه من تقول من يقول ميليشيات يعرف شنو معنى اسم ميليشيات ميليشيات من تحترم بيت الله وما تسوي ثكنة عسكرية عود احترمها مشكور منتظر شكراً لك شكراً لك نعم الحشد الشعبي هو ميليشيا إذا ما تعرف بالقانون العسكري فهو ميليشيا ما بنت هاي الميليشيا وفق القواعد العسكرية الصحيحة لما تكون عندها قيادة عسكرية وما تحترمها فهاي ميليشيا لما اكو قائد عام للقوات المسلحة ويهددوا ويدوسون على صورته فهاي ميليشيا ميليشيا وخارجة عن القانون همينة احنا ما نريد ندخل بهذا الباب احنا دا يحكي بواقع الخدمات اكو اعتقالات بالطارمية واكو خدمات منتهية اكو واقع صحي منتهي يا منتظر اذا انت تدافع على جهة معينة باوع على حال اخوتك العراقيين باوع على حال الفقرة رواتب ماكو العراق من سيء إلى أسوأ الخزينة العراقية دا تنتهي فساد في كل مفاصل الدولة وين ما تروح بدائرة الجنسية أكو فساد بالمرور أكو فساد بمراكز الشرطة أكو فساد بالجيش أكو فساد بالوزارات أكو فساد بالبلديات أكو فساد بالنواحي أكو فساد بالمحافظات أكو فساد بمكتب رئيس الوزراء نفسه أكو فساد بل حتى في مكتب رئيس الجمهورية تلقى الفساد كل نواحي العراق سبيها فساد شنو سببه؟ أنت جاي تدافع لي أنتو قلتوا وإحنا قلنا وأنتو قلتوا وإحنا قلنا إحنا ما نريد ندافع
تنظيم داعش تنظيم ارهابي وانتم انتصرتوا عليه وخلص انشمر ورا ظهرنا، ما نريد نبقي هاي الشماعه. يعني صار الاحتلال يا هو اللي ما وافقكم هذا صدامي تكفيري. اجوي داعش صار داعشي. باكر اكبر راح يجيبون لنا تنظيم جديد، راح تنسون داعش ويصيرون الشماعه الجديده التنظيم اللي راح يجيبوه. احنا ما بدنا نحكي على هذا اخ منتظر. احنا بدنا نحكي واقع العراق. حال العراق. حال المواطن العراقي البسيط. حال الكاسب اللي اليوميه يقعد على الرصيف ده ينتظر رزق وانقطع رزقه نتيجه سياسات غلط. حال العراق اللي واقع من الجوع والبرلماني اللي ما يسوى له فلس امام العراقي الوطني الشريف ياخذ له 4 و5 و6 رواتب وكل شيء ما دا يسوي. ام ريم من الديوانيه، امين من الديوانيه، حياك الله. بعد جنب عيني. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك عيني؟ هلا بيك. طبعا خير. طبعا حبيت اشارك في البرنامج. انت على الهواء، تفضل اخوي الغالي. عيني. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي. طبعا انا من الديوانيه. والنعم منك ومن كل اهالي الديوانيه. مع الاسف انقطع الاتصال ويا الاخ امين، اتمنى ترجع لنا ونسمع رايك. بالنسبه الى ما صار بالطارميه، هيئه علماء المسلمين ببيانها تقول انه هاي ممارسات تعسفيه بحق ابناء الطارميه، ترجع لنا اللي صار بالممارسات الاجراميه السابقه بحق اهالي نفس القضاء، وتاكد انه حكومه مصطفى الكاظمي ما تختلف لا عن عادل عبد المهدي ولا عن العبادي ولا عن نور المالكي ولا عن ابراهيم الجعفري ولا عن اي حكومه جت من 2003 لليوم. مصادر صحفيه تقول انه اكو شهود عيان بسكان القضاء قالوا ان القوات الحكوميه والميليشيات دا تواصل حصار القضاء وهذا اليوم الثاني على التوالي وتمنع السكان من الخروج من منازلهم. ومصادر ثانية تقول أن سكان قضاء الطارمية اعتقلت عشرات من شباب الطارمية خصوصا بمنطقة السلمان، وهاي العمليات رافقها عمليات ضرب وإهانات بحق المعتقلين وسط أجواء من الرعب بين السكان. زين، فعندنا اتصال من صلاح الدين طارق، حياك الله طارق. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك عين؟ هلا بيك اخوي. طيب لا تزحمه يحكون هسه على الحشد والهاري. نعم. زين هسه الحشد احنا بالنسبه لنا للحشد يعني هو هذا مو ميليشيات اللي يجي واعتقل لنا البيوت ويفلش ويهدموا بيوتنا، لا خلوا لنا بيوت لا خلوا لنا شيء، هذا مو ميليشيات. ولدنا معتقل ما نعرف وين، هسه عندي اخوي معتقل من 2015 بدايه 2015 لحد الان كل شيء ما اعرف عنه شيء. قالوا عليه يمكن يقول لي مو يمنا، لا حشد لا من وطن لا استخبارات ما خلينا. نعم. وما لقينا، لقينا شلون يعني هسه احنا هذيك الحاله. وهسه وبالنسبه لهاي الزون مال هاي الوضعيه مال كورونا، لا رواتب عندنا لا فد شيء. اللي عنده راتب زمن السابق قطع الراتب، والله انتم عندكم تدون من زمن السابق من نظام صدام حسين يستلمون راتب يقبضونه يقطعونه. نعم. وهسه احنا كل شيء ماكو لا راتب لا شيء، اكو عالم ميت من الجوع. يعني الحمد لله وش تراني قاعد اشتغل الحمد لله، بس اكو عوائل والله ما تقدر تجيب لقمه اكل. نعم. ونطالب ان شاء الله بيكت من عندكم من قناة سمو الكريمة وطالبونا بالمفاقيد المعتقلين اللي ما نعرف وين. نعم. يعني أنا عندي أخوي من 2014 الله وكيلك هيك أخذوه من الشارع. نعم. وهاي مشكور ورحمة الله. شكرا عليكم. شكرا شكرا لك أخ طارق. يعني الحال اللي دا يصير بالعراق هو احنا قلنا من سيء الى اسوأ. احنا ما نريد نحط ملح على الجرح، لا احنا نريد نداوي الجرح. جرح العراق كبير،
جرح العراق من 2003 لليوم. جرح العراق انه السياسيين دولة وقادة هالميليشيات دولة جوي على ظهر الدبابة الأمريكية. ضحكوا على الناس كلها. وجوي وقالوا احنا حررناكم واحنا جايين نقدم لكم ديمقراطية واحنا جايين نسوي لكم. والشهر الثاني قال احنا راح نخلي الكهرباء ببغداد 24/24. والأخ اللي يقول احنا الحصة التموينية راح نسويها افضل من قبل. والأخ اللي يقول احنا راح نسوي العراق احسن من غيره. والأخ اللي يقول احنا نريد نسوي المواصلات عامودية بدال ما هي افقية. لكن 17 سنة وهسه احنا بال 2020 ما شاء الله العراق على وشك الإفلاس. برنامج صوتكم متواصل وياكم مشاهدينا الكرام، بس عندنا فاصل قصير ونرجع لكم، تابعونا بعد الفاصل. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على التردد 10727 أفقي وعلى مدار القمر نايلسات. مستشفى جمهوري هاي بغير المريض نايم والله إذا يعني فوق ما فيروس كورونا فوق الضيم كله الكهرباء طافي. الله يرضى يا محمد إلا ما تنظل هي يعني جاي موتوني. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. نرجع ننوه للسادة المشاهدين، نرجع أن يعني مو نريد ننبهكم بس لا نذكركم أنه عندنا تردد جديد لقناة الرافدين. نتمنى كل المشاهدين وكل متابعين قناة الرافدين ومحبين قناة الرافدين وأصدقاء برنامج صوتكم يلزم الريموت هسه ويروح على الإعدادات مال ساتلايت ويغير أو يدخل التردد الجديد اللي هو 10727 الاستقطاب أفقي أو هوريزنتال على مدار قمر النايل سات ويدخل تردد القناة الجديد ويستقبلنا على بثنا الجديد خوفا من انقطاع البث الحالي أو التردد الحالي حتى تظلون مستمرين وياكم ونظل احنا فخورين بهذا الجمهور اللي حبنا ويتابعنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم. نطلع من الطارمية ومن أجواء الطارمية ومن أجواء الاعتقالات ندخل في كارثة العراق الكبرى، آفة العراق اللي بيها تحذيرات أممية وتحذيرات منظمات مدنية وتحذيرات من أطباء ومن دكاترة ومن ممرضين الحال الصحي بالعراق وكورونا. يعني الفيديو اللي شفتوه وراء الفاصل هي مستشفى ومريض نايم على الفراش وجهاز العناية المركزة فوقه وطفت الكهرباء على المريض. يعني لا أكسجين يوصل له لأن الكهرباء مطفية ولا أجهزة العناية المركزية تقدر تراقبه لأن الكهرباء مطفية ولا أكو شيء. يعني ما أعرف هذا الحال إلى متى راح يستمر. ما أعرف إلى متى إحنا نسمع أنه العراق ما بأكسجين والمرضى يقول لك أنا خلصت أنبوبة الأكسجين أو المزود الأكسجين اللي يجيني خلص وابني راح يصعد لي هسه بلكتي بدل لي الأنبوبة. لعد أنت شنو اسمك ممرض وأنت شنو اسمك طبيب وين القسم اللي قسمته لما تخرجت من الجامعة وصرت طبيب وأهلك فرحة وهلهلوا وقالوا ابننا دكتور أو بنتنا دكتورة. ليش عايف أخوك العراقي لهالدرجة؟ المستشفيات وإدارة المستشفيات وين؟ وزارة الصحة العراقية إلى متى؟ ليش وقت أنت مغمض عيونك وما منتبه على حال العراق؟ يعني اليوم الإصابات 560,020 وبعدين لازم يموتون دول 500 كلهم؟
يلا تصحون. عند اتصال أحمد من ديقار. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. والله يا أخوي يا أستاذ أفل ما أعرف منين أبدي ومنين أنتهي. أخذ راحتك والهواء إلك، قول أخوي. والله حكومة فاسدة أم الأشياء، وبالنسبة لهذا يقول الحشد الشعبي مو ميليشيا لا أقول له ميليشيا وغصبا عليه وعن خلصه. عم العالم قتلها الجوع. اخ احمد هذا رايه، هذا رايه، يعني خلينا ما نظل احنا نقول فلان قال وفلان قال، خلينا نحكي بواقع العراق. يعني اذا هو هذا رايه هو حر، فاحنا خلينا بموضوع حلقتنا. قول اخوي. اخوي عصابات، عصابات هاي مو حكومه، لا حد يقول حكومه، عصابات وحزب وحزبك وكتلته وكتلتك ومصلحته ومصلحتك، دمروا البلد شوفوا الويل. الثاني ليش ساكت؟ ما يطفت واحد هو مثل ما طفتوا على داعش، طفتوا على ذول الحراميه. عم يدمرون الى متى هذا السكوت؟ الله ينتقم منهم ان شاء الله ويهلكهم. هاي ما تفيد الا فتوى يطلع عليهم، لا يبقى ساكت. واشكرك رحم الله والديك. حبيب قلبي، حبيب قلبي. مشاهدينا الكرام، انا اعتذر، قلت رقم الاصابات بالعراق غلط، قلت 560,000، هي 56,020. أنا أعتذر. أبو عمر من بغداد ويانا، حياك الله أبو عمر. تحياتي لأستاذ أفل. حبيب قلبي تفضل. وتحياتي لقناة الرافدين جميعا إن شاء الله. تحيا والدوم. أستاذ أفل، إحنا نعرف هاي الحكومة اللي جت منها 2003 ولحد الآن يعني ما سوت شيء للشعب العراقي، هي خاصة جاية بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى استضعاف اهلنا واخواننا. خلينا نقولها يعني، ولو احنا ما نحب ان نقول هذا الموضوع بالسنه والشيعه، بس هي بصوره عامه في قتل السنه واعتقالاتهم واضعاف ابناء العامه. لا ابو عمر، ابو عمر خلينا نكون صريحين، هي مو جت لقتل السنه واحياء يعني الشيعة، هي دمرت، هي دمرت العراق بشكل عام من شماله الى جنوبه، فهي لا لا احترمت الشيعة ولا احترمت السنة ولا احترمت الأكراد ولا احترمت الصابئة ولا اليزيدية ولا المندائية. هم اجوا عبارة عن، يعني خلينا نكون صريحين، هم مجموعة حرامية بسنتهم شيعتهم بيزيديهم صابئة بكل سياسيهم. نعم 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 استاذ، نعم استاذ. هي اكو شيء يعني هم عندهم، يعني عندهم جايين الى بالمرحلة الاولى استاذ، الشعب العراقي تدميره كائن من يكون يوقف امامهم يدمرونه، يعني سواء اللي نشوفها من الاعتقالات اللي قاعد تصير عندنا، اللي منطقه الطارميه اللي بين فتره وفتره يعتقلون عدم يعني بدون اي مذكره قضائيه واي يعني تهمه اللي منسوبه عليهم، يعني الاحزاب السلطه اللي موجوده اللي بالمنطقه الخضراء من ميليشيات اللي جاي تدعمها خلفهم، اللي قاده اللي يسجون بهذه الميليشيات نحو ابنائنا الابناء العراقيين في هذه المناطق، هم تهم باطلة وضعاف الشعب العراقي على مود أنه ما يقدر يتنفس ولا يقدر يأخذ حريته بالصوت أو بأي أمر كان يطالب حقه. هم يجوا يضعفون الشعب العراقي واخذوا خيراته وما قدموا للشعب العراقي لا للسنة ولا للشيعة أستاذ أفل. هم من غايتهم تدمير الشعب العراقي وأخذ خيراته وأخذ موارده. يعني عندك هسه الان بالوضع الصحيح، احنا ابسط الامور اللي عايشين احنا هسه قاعد نشوفه اللي عايشينه، يعني ماكو وضعيه علاجات المستشفيات عندنا، الطب عندنا بصوره عامه يعني متوتر، اجهزه التنفس ماكو عندنا بالمستشفيات يعني قاعد نشوفها ما توصل، علاجات ماكو للمرضى، زي ياخذون مجرد مسحه ويروح المريض للبيت، زين اذا بالبيت الاهل هذا مرض خطير استاذ ووباء كل شيء يعني ممكن ينتشر، فشلون ياملون المواطن يروح البيت؟ والله شنو ما عندهم اسره، الاسره موجوده لا بها اجهزه تنفس ولا يعني اداره المواطن اللي المريض من راح يجي، مجرد بس نايم استاذي لو يعيش لو يموت هو وبعدها حياته يعني. نعم فشل يعني فشل ما بها اي نجاح وما بها اي تقدم للشعب، يعني للاسف يعني احنا اللي قاعد ما شفنا اي خير من عندهم، ما قدموا اي مبادره زينه،
سواء الموت سواء اعتقالات الأدنى. يعني هسه اللي قبل فتره صاروا الاعتقالات اللي اخذوهم بالمنطقه الخضراء اليوم عندهم منصات صواريخ، يعني استاذ حتى ما قالوا عليهم مجموعه من الارهابيين، مجموعه من ارهاب، ما قالوا اعتقلنا على مجموعه لديهم منصات صواريخ. طيب انت غير تسميهم هذول مجموعه ارهابيين، يعني يومين وثلاث ايام تطلعوهم باي قانون هذا؟ وعندنا معتقلين من 2014 لحد الان ما من طالعيهم، ومع العلم اكو ما ثبتت ادله عليهم. نعم وقضاء طلعهم بالراج، ولحد الان هذول بثلاث ايام طلعوهم. اي قضاء عندنا استاذ؟ هذا قضاءنا وقانوننا كله لاني سياسه الاحزاب استاذ رفت. نعم هو صحيح صحيح أبو عمر، القضاء أصبح مسيس في العراق والكل يعرف أن القضاء في العراق مسيس. أعتذر منك بس أرد أفسح المجال إلى باقي المتصلين. شكرا شكرا لك أبو عمر. أنمار من محافظة صلاح الدين حياك الله. أنمار أستاذ العزيز شلونك؟ عليكم السلام، هلا بك أخوي. شلون صحتك أخبارك؟ بنعمة. نشكرك على البرنامج الطيب. لا شكر على واجب اخوي العزيز. المعاناة العراقي. نعم. بسألك احنا بيا سنة. المفروض بال 2020. احنا صلى على والدين. يعني من 2003 ولحد يومك هذا لا شفنا اعمار، لا شفنا مستشفيات، لا شفنا شيء. احنا كشباب يعني متبهدلين، نشتغل عمالة يوم نطلع ويوم ما نطلع. وهاي الحكومة الفاسدة وهاي الاعتقالات الميليشيات جاي تسوي طائفية. نقول لكم احنا قواننا الشيعة ما بيناتنا فرق، بس هم جاي يسوون طائفية. زين هاي شنو سببها الاعتقالات مال الطارمية؟ هل لقوا عندهم مصدر او فرد شيء؟ واحنا دائما اخذ مارا نقولها، نقول من منجزات حكومات ما بعد الاحتلال في عام 2003 انه هي طائفية. نعم. لانه قبل 2003 ما كانت اكو شيء اسمه طائفية، ما كانت اكو شيء اسمه محاصصة عرقية، ما كانت اكو شيء اسمه شيعي وسني. يعني ما اتذكر قبل 2003 الطالب بالجامعة او الطالب بالمدرسة او اللي ابو البيت بالمنطقة يعرف جيرانه شيعي لو سني، او اللي قاعد على رحلة ويا بالمدرسة شيعي لو سني، او اللي قاعد بالقاعة مال الجامعة ويا شيعي لو سني. هاي عرفناها ورا 2003، فهذا منجز من منجزات حكومات الاحتلال ومنجز من منجزات ثورة تشرين انه لغت هاي الطائفية. نعم نعم. احنا هسه وبعد نفخ اخوان وتحت راية الله أكبر بالجنسية العراقية. تمام. وعندنا هم بال 2015 جت قوة علينا خطفت من عندنا 28 شاب. نعم. يعني وحدة من العوائل ما ظلت بس النسوان والجهال. زين وين ودوهم؟ حد يومك هذا ما حد يندل. أها. نعم. ولحد يومك هذا ما حد يعرف عنهم لا خبر لا هاي. نعم. زين الله اكبر، يعني عراقيين شو مسوين؟ زين هذا القتلة مال المتظاهرين ما يقولون عليهم قتلة. اهل البنادق واهل الطشم والدخانيات الراحت بها آلاف مؤلفة من الشباب الطالب بحقها، لو ما طالب بحقها ما تطلع. نعم نعم. وأنا أشكر. شكرا شكرا لك أخ أنمار. عندنا أم عبد الله من بغداد، حياك الله أم عبد الله. حيا من قال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية. عليكم السلام والرحمة والإكرام أختي العزيزة. أستاذ اسمح لي، ترى من إحنا من 21 إلى الآن ترى بريطانيا أو الإنجليز كانوا يغضون المناطق الجنوبية ويأخذون كل النقاط الصف اللي موجودة في الشعب العراقي. نعم. يعني هذا ما في مجال، وأخرى التاريخ الوردي. زين فإحنا بقينا إحنا نريد لنا شوية تغيير في المفاهيم العقلية بالنسبة لإخواننا الشيعة، لأنه 2003 من سنة 2003 ما سوونا
كانت الهجرة والمهجرين. أبو كانت وزارة سابقة في زمن صدام أو قبله أو قبله ما كانت موجودة وزارة الهجرة والمهجرين. هم كانوا من 2003 إنهم كانوا هم إيران وأمريكا تريد تستغل الوضع في إبادة الشباب السني، وبالفعل إبادة السنة والمعتقلات كلها مليئة. فزول فجأة تصورت إنه الشيعة راح يسكتون على على ظلم الحكام الشيعة. لا، يعني طلعوا إنه ظهرت إنه هذول الناس عصابة. أستاذ عصابة واحد أمر من الله، اياد علاوي اجى قضى على المقاومه في الفلوجه وشكر الامريكان، وبعدين راح صارت الحرب في الفلوجه، بعدين شكر الامريكان ودخلهم الى النجف وقضى على المقاومه السعوديه في النجف، واهل الفلوجه واهل الانبار كلهم المقاومين راحوا الى النجف. يعني الاخوه موجوده. فاحنا هسه الشغله مالتنا السبب، احنا في مشاكلنا هسه مع العراق. العراق استلم، العراق راح السنواته. فاحنا نطلب من الدول العربيه او من السعوديه او لا. من دول الخليج انه تقدم قروض للشعب العراقي مو للحكومه، لانه تساعده على شرط انه تخلي شروط. يعني لانه ما معقوله احنا راح نكون يعني مثل شلون يعني ايش نضرب ضربة موري واحنا لا عندنا رواتب ولا عندنا شيء والناس ميتة من الجوع. زين بعدين أمثال ان العشائر العراقية مع اعتباري للشرفاء اكثريتهم خونة خانوا الشعب العراقي، وهم قدموا اسماء بالشباب انه يقدمهم للحكومة بالاحزاب، والاحزاب دائما كانت تشتري دمهم وتنطيهم فلوس وتنطيهم اسلحة. طيب. والحشد أكثرية من أبناء الشعب العراقي. ليش الحشد يصير ضد العراق؟ غير لازم أقف السياسة اللي تقدمها الأحزاب الشيعية والحكومة والمرجعية الشيعية إنه هاي الحشد هو يعني من قبل الشتاني للقضاء على أي مقاومة شيعية. طيب. أو سنية. طيب. تحياتي. طيب. شكرا شكرا لك أم عبد الله. أبو زكريا من كركوك حياك الله. سلمك ربي. لا والله العظيم اخاي عجلي العظيم دائما الله اسديك اسد لحد ما اموت. بالله العظيم يا ابن اسد اجيب من 2003 احتلال امريكي لحد هذا اليوم اجيب سياسيين وخرجة تسوون العراق يبيع كتل طائفيه تهجير ملايين تهجير وخارج العراق داخل العراق. يا بالله العظيم بالله العظيم ابن اسد هذول سووا اليوم اسد شوفوا لبنان انتحاريين، بالعراق انتحاريين من وراء الجوع من وراء السياسيين لانهم تابعين الفرس المجهول. يعني العراق هسه يحكمنا يحكم العراق واليمن سوريا اليمن نعم. كل مكان نعم. يحكم هذا الكافر المجيد الخامنئي. شوف شو هذا العراق ما خلاش في العراق ايش قد قتل من المتضاربين فوق الالف ذاتك بعدي ايش قد قتل ايش قد قتلوا العراقيين شرفاء اللي حبوا العراق إني شكرا 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 لك ابو زكريا، ويبدو ان الاتصال انقطع وياك، اعتذر منك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ان شاء الله بخير استاذ عزيز، تحياتي لكم ولكافه الكادر، وفقكم الله وناشدكم باسم الله وباسم قناتكم الشريفه. نحن نخبه من المتقاعدين اخذنا سلف من جمعيه الداوودي، والاقساط كسرت ظهورنا ونحن اصحاب اطفال وايجارات ومرضى، بإعاز منكم بتقليع الاقساط الشهريه انسانيه لله حفظكم الله. الويل لمن عاداكم يا اخواننا يا ابناء السنه، اللهم ينصركم على قوم الظالمين، اخوكم من البصره. الله يحفظ العراق ويحفظ لبنان واليمن وليبيا وسوريا، نعلة الله على إيران وتحالفها، الله يحفظ الأمة العربية
السلام عليكم استاذ افل، وياك ابو محمود من الرمادي، نطالب من حضراتكم ايصال صوتنا الى رئيس الوزراء بمعرفه مصير ابنائنا المغيبين بسيطره الرزازه. والله ابرياء، والله هيك العراقيين اهل كرم يصير بيهم، والله حرام ما يعرفون مصير ابنائهم، مجهول اكثر من 4 أعوام، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله ابرياء، فرح الاهالي واطفالهم مشكورين يا قناه الرافدين. زينب من الموصل، عمري 10 سنوات، أبويا مسجون، أريد أعرف أبويا وين وأريد عفو عام. والله ملينا، الله ياخذ الكاظمي، الله ياخذهم، أريد عفو عام. السلام عليكم أخي الغالي، أنتوا عندكم مشكلة في هندسة الصوت، على غفلة يرتفع الصوت، ننتبه عليها أخي العزيز وننتبه على الموضوع. السلام عليكم أبو مهيمن الهاشمي، عن أي حكومة تتحدثون اليوم؟ أرشد الصالحي يعلن نفاذ علاجات ممكنة والجرع للمصابين بكورونا ونفاذ الأكسجين في كركوك، ويبدأ بطلب مساعدة من دول الجوار، وعلى قناتكم الموقرة تغطية هذه الأشياء، فالكاظمي فشل بكل شيء، ها هي رواتب الموظفين والمتقاعدين متأخرة نتيجة الفساد ودون تبرير حكومي. تحياتي لقناة الرافدين. مساء الخير، أنا أم كيان من بغداد، من خلال قناتكم أريد أوصل صوتي، نطالب بالعفو، وجائحة كورونا دخلت السجون، وإحنا من بداية كورونا لهسه ما نعرف مصير ولدنا وين صار. أستاذ الله يسعدك، الأحزاب مخلين جماعة يم سيطرة كربلاء، أي سيارة تفوت 25,000، أدري ماكو حكومة، حاسبوهم، ترى التسليب صاير علني. السلام عليكم، كافي ظلم، السجون صار بها كورونا، السجون مكتظة، وين العفو للسجناء؟ ماتوا بالسجن، الحكومة ما يطلعوهم للسجناء، حسبنا الله ونعم الوكيل. وينك يا مصطفى الكاظمي، وين الغيرة؟ والله ملينا من هالحكومة يومية، عفو ما شفنا كل عفو، إن شاء الله النفط ينشف وما يظل ولا قطرة نفط بالعراق، والشعب كل شيء ما مستفاد منه، خلي الحكومة بكيف هتبوك. السلام عليكم أستاذ أفل، تحية طيبة لحضرتك والكادر، ربي يعطيكم الصحة والعافية، وأشكر وأقدر قناتكم على هيج برنامج طبيعي. طبعا أنا أطالب العفو العام لأن أخويا بريء، والله حالته الصحية كلش تعبانة، يعني سجناء راح تموت وهم سياسيين قاعدين على الكراسي، حسبنا الله ونعم الوكيل يا حكومة. تحياتي لكم نادية. تحية لقناتكم، نناشد قناتكم بإيصال معاناتنا ومعاناة أبنائنا المعتقلين إلى رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، نحن أهالي النازحين في جرف الصخر، ما نريد أي شيء من الحكومة، بس نطلب إطلاق سراح أبنائنا المعتقلين، لأن والله قلوبنا احترقت. ورسالة أخيرة، أحبكم والله يا أبطال. قبل ما ينتهي البرنامج وقبل ما أودعكم مشاهدين الكرام، أحب أذكركم مرة ثالثة بهاي الحلقة أنه أكو تردد جديد لقناة الرافدين، أتمنى من كل متابعين قناة الرافدين، كل محبين الرافدين، كل أصدقاء برنامج صوتكم، بإيده يلزم الريموت وقبل على الإعدادات ويروح يسوي إعدادات التردد الجديد اللي هو 10727، والاستقطاب أفقي على مدار قمر النايل سات. أكرر مرة ثانية مثل ما تشوفون قدامكم مشاهدينا الكرام، أكو تردد جديد لقناة الرافدين اللي هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار قمر النايل سات، وأتمنى تسوون الإعداد الجديد ونبقى في تواصل تام مع مشاهدي قناة الرافدين. برنامج صوتكم انتهى مشاهدينا الكرام، أتمنى أن حلقة اليوم نالت أعجابكم، نتمنى لكم كل خير، في أمان الله.